لومك يا راعي اللكسس. هلا 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 ابو غازي، مبروك ابو حشر اللكسس، مبروك. الله يبارك فيك. والله اني محشمه واني ما داني علاه، وانك تستاهل العلم الطيب. طيب، ها احسن اللكسس ولا السوبر اللي تبه للب؟ ما في وجه مقارنه، الحمد لله. السوبر وش ما نحط فلوسنا في حديته، نوقف عند الحيوانات ما تدري هي السوبر ولا خيار، وتشرب من ذنب الخيار وتروح. هذا ما جزينه، بس ان في حاجه. وش يا اخوي؟ تحس انه يذلك الموت الغالي. ايه يا عاد، والله اني لي جيت قدام هني اطلب تاكسي، قلت انا لما اطلب تاكسي يشوفوني جيراني يقولون انا موسوس. هذا لا 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 تطلب تاكسي، الله يقلطك يا خيف الجنات. امين. ايه انا باك الجان، اشهد بالله انا اللي يشتري موتر ممكن ربحان، وانا رشح عمليتنا لهنا جديد وكاله. قال لي اشتري منك موتر انت ابوك. انا احسب ان اللكسس قلت للسنه ده ماشي 200 300 انت في العداد اليوم غرم 30 انت موتر ما مشى. وش تروحون عليه وش تجون؟ نروح عليها بس سبحان الله ما تحس بمشي. والله العظيم اني لو ما اعرفك زين اقول فاصل من العداد. لا لا بس انت ورا موتر. انا على عفريته. يوم اتفقت معك ببيع وشراء على موتر ولا على عفريته؟ يا اخوي انت والله انك نوب، فيك دناعه. شلون هي الدناعه يا كلب؟ المخاطر والشبوك والحبال تشيلها، ضارب يوم تلقط من المرحان مبطي ضريبه عندك. والله هذه انك معدر، لكن انا ما سرقت هالعفريته، العفريته بنشرت بها الوايت، رفعت بها الوايت احسب انها ترفع، وهم قعد بوم ثم طشيت. عفريته جايب تبشر بها وايت؟ انا قلت جديد، وانت يوم مدحت قلت هذه ترفع الوايت فاضي، ما هم اليوم. وقلت ما ندري عنها من يوم جاني. يا منى قلت خلاص كذا ربي ما يبارك لك. خل انا ما بهي يبارك لي فيه. قد بعت عليكم يتبارك ولا تاكلون تراب؟ ما بلاز انا ماني بمقوم من الحظوظ. ماني مقوم من الحظوظ، خلي يوم نهار تلوي علي ونهار ترجع الموتر ونهار عفريته ما فيه، كنت سارق ابوك العفريت. انت شارن الموتر وشارن عفريته. الموتر بعفريته يجي. عفريته يجي؟ ايه. شفت ان سمعتك تقول ارخمه؟ انا بايعك اللكسس بلوحته. امشي. حتى لوحتي اخذتها. غير اللوحه هذه. انا الرنج ما فيه لوحه مميزه. واخذ اللوحه. تباهي يا مخلد. بحشر انا بعتك خلاص. انا الرد انتهى. انتهى. اخوي احنا نكبر. لو تباني اقض لوحه الرنج واعطيك اياها. بعد. ما يبزي انا هذا اللي على الرنج ما تحطه سبير. لا حسبير، حطه على الورعانه ولا على الحرمه ولا وين احطه؟ ما ادري وين تحطه. حطه فقرا حب وجنه. لا ما عاد باها، بس خلني على ماني بعلاه ونرجع لا تشوي سمعتين ابوك بالعفريت. يلا تبون عفريت اشتريتك. اسمع متى اول مشوار تبان نروح على اللكسس؟ لان فيها زرير وفي حاجات ما هفت تورينج بعلمك عليها. ايه هذا موتر ما بحق مشاوير وحق هذا. اليوم انك بغيت تروح الريجيل وتنصالك احد ولا تركبه مثل المشوار ترجع يا ولد، وبخليه يكمل معي 5 سنوات ما ماشي غير 35 يا كذا. نعم راح على السياره تكون على السياره. راح كيدي وانا كيدي. خل عن الحكي، محوبي ما يجي من تحت. ايه انا داري انا داري ان الخساسه هذه روح بس ومتعلمها من ابوك. روح والله ما تذوقون ولا تركب معي. والله ما تركب معي حتى. ليش ما اركب معك؟ طب الجاكس قلع هذا ماني براكب. اقعد بس. ايش عندك؟ أقول أنا سبقتك بالمخمس لخليك تهرج من الموت الحمر. لما تهرج أنت؟ والله أنا أعطيتك مخمس. يا أخوي ترى أحد يشال هط على العين؟ يا أخوي ترى عيد بدابك أنت لا تحملني قم منطرك. طيب كذا تتسد العين علي ويروح ريحة الموتر ريحة الشياط شوي. هذا العزبة علوم الرياجيل والكرام هو المجال. وجيب أخوي ترى الطيب هذه. وش تبى؟ يا رجل ضربة كذا تضرب مطعم احسن لك من هذه كلها. الكافيهات وش السلطان انت جاي في عقلك شيء ما ادري ماسك على الكافيه. جاي في عقل شيء يوم من الجبه قزع كريم. هذا ولا جامع ولا ما لنا ومالنا. احمد الرجال يعني مالين الفرشه ويبون العشاء ويبون السحور احسن عشان اللي يبسون عاشوره واللي هذا ما صام رمضان خلي يبسون عاشوره يشدوا من عاشوره وشد ما عرفوا يلوموني في ابو ترف يلوموني في خوي السعد. حرام انك اللي بغيت الطرقه ومعك مثل ابو ترف انك ما تحس بحسابه بعيد ولا قريب. حرام ومشيت ابو ترف ابشر بالسعد بس انت مش هلاله هو احنا نمشيها بكره. شفت لها مشانها حينك؟ ايه؟ عليها حرام ما يجلس في الموتر ولا عجب. ناقص العلامة كروش. الريحة. الريحة ايش؟ غسلت ما عينك؟ تقول بوليسي جاي لي تشوف. رحت تمد بوزك حاط واسمعني الله يرحمه. وش هالفاطمة؟ ترى قابل معي محمد ويطلع برا. قابلت معي انا. اقيد العام تقول قارب. Tell me.
والله لا لا عايف ان حتى قدره الله لا يسلط على سطور. ايش احسن من الجلسه هذه؟ وش احسن منها؟ ايش احسن من الطلعه هذه؟ من انا جاي انت؟ اطقع جاي انت من انا جاي انت في القمقوم الى العام تمشي تقول عريان السنان مقطعة الرجال الحين تدور المقاهي تدور الكلاب يوم كنت دوكر جايك ما كنت انت دوكر يا الحين بس انت الحين بخش التكنولوجيا هذه طلعك التكنولوجيا شنو؟ المقاهي والشغلات المقاهي ما لها دخل بالتكنولوجيا يا محمد اتركه ادرك الرجال لا قطع له ذنبته ذنب ما لا 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 بعدين يا حبيبي لازم انت تدخل التكنولوجيا اول التكنولوجيا البس قفازات عشان ما كنا بتسويها انا بامرسي لو القى حله حطيتها مليون انا ذني يذبح ما قصر غير انت بالنار تشرب كنك تروح اقول لك محمد ترك الرجال شوف المقهى بكره ضبط الكبسه والمقهى عندي مضره علي الحق انت ما تبي التكنولوجيا هذا معك ها ايه راح انت مظهرت من نبره غير امس لا تزعل لا تزعل عشاء ايه اضبط لنا العشاء وامشي بالرجال والله اننا مشتاقين عاد لطبخه هي والله على الحرام لا انكم تبون وجبونكم لا والله ما احنا باتين وجبه الصديق يجيب حلل يجيب شنو؟ شفت عن شباك هذول؟ ايه؟ علي حرام ما تجي. ها ابو ترى ليش؟ انا اللي اجيب حولك توريهم شو يقول؟ راح رحلات عندك عندي. ايش تقول؟ نقول يا ولد الله يرحم والدينك بديت التكنولوجيا اسمع عادي فيا قل كذا بصل بصل حرام تقول دفاش أهم شيء المرقل مشيط بلبلة لا أبشر بالخير أنا أعرف إذا بغى يطبخ كدر الرجل تقلل منه أيها الأسد عنده معانا فرص أيها حرام ما تفلح ما هم يبرع ليش جبتها كروش ناقص عنهم رجل كان أبو كرم أقول حياكم الله أبشر أبشر طب أنا فهم هل لابدو لا حرام يعطيهم بين الحيار الله اسمع سلطان يا بشريبي بيزار في كل شيء أنا تبع توفي هذا أبشر بيض الله وجهك رحنا غراس تقول تعيش الجواج شقول شقول كباب وتحرير تريد تعيش يقول أنا هذا قليل؟ ما شاء الله تبارك الرحمن يلا توفقه يلا هذا الشغل هذا والله الشغل الملكي صد لا صايمين بكرة ما فيها إن شاء الله بإذن الله إن الله شاء أدري تقبل ولا لا سلطان جبت سمطرة أنا بيدور سمطرة إيه تجي هذا يا ابو ترى انت خلاص طبخت انت ليش اخلاقك زي كذا خلاص ابتسم يا اخي ترى انا ما نستانس لان نشوف وجهك ابتسم احنا زفتنا يا ابن الحين احنا ضمننا كبسات وش نسوي طيب ربنا على القدور وربنا على الشغله هذه مال الحين ربنا على القدور ها قم حك الكراد يلا ها تجيبها رب الله نفسي كم وعي بس رزق ما ابغى ما عندك قدر من الملعقه لا امشي عليك عصبان